يا ابو محمد. السلام عليكم اخ وليد. نعم حياك الله اخي ابو محمد، تفضل، ما هي رسالتكم في هذه اللحظات في ظل القصف الذي تتعرضون له في هذه اللحظات؟ نعم، تشهد حمص الان قصف عنيف في قذائف الهاون والمدفعيه على الاحياء المحاصره بالتزامن مع تحليق الطيران المروحي الذي يلقي براميل التي ان تي على حي دير بعلبه، يعني حي دير بعلبه منذ امس والى الان يتعرض لقصف عنيف في الهاون، ومنذ تقريبا 10 دقائق اشتد القصف وبدأ تحليق المروحيات وإسقاط براميل التي ان تي، مما أدى لاستشهاد منذ قليل أبطال من الجيش الحر واسمائهم عهد الأطرش والشهيد فيصل الحمادي، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 6 شهداء، ويوجد الآن عشرات الجرحى وأهالي الحي، ونحن نناشد كل المناطق المجاورة بإدخال الأدوية للحي لأنه موجود الآن جرحى حالتهم خطرة جدا، وهؤلاء الشهيدين هم سقطوا جراء نزف الدم، وأيضا أهالي الحي يناشدون الأطباء والممرضين بدخول الحي لعلاج الجرحى في حي دير بعلب، يعني الآن لا يوجد لا طبيب ولا ممرض في الحي، الذي يصاب يموت من شدة النزف، يعني الحي يعني منذ أمس وإلى الآن هو يتعرض للقصف، أمس طوال النهار وهو يقصف بالدبابات وبالهاون، ومنذ قليل بدأت مروحيات تسقط براميل التي ان تي، الشهداء يعني الآن لا نعرف أعداد الشهداء، لا نستطيع الخروج لإسعاف الجرحى، لذلك يعني كما ذكرت لك نحن نناشد كل من يستطيع الدخول من الممرضين والأطباء للحي بالدخول لإسعاف الجرحى، وأيضا نريد بعد الأدوية الإسعافية، يعني الحي يفتقد لهذه الأدوية. ايضا في حي جوبر والسلطانيه هذه المناطق تتعرض للتحليق المروحي وقصف بطائرات الميج على الحي، يعني قصف منذ ساعات الصباح الباكر بالمدفعيات وبالهاون وكل انواع الاسلحه على هذه المنطقه، ايضا قريه ابل هذه المنطقه التي تقصف ايضا منذ تقريبا ساعه تقريبا بقذائف المدفعيه التي تسقط على هذه المنطقه، ايضا قريه المباركيه اشتباكات عنيفه جدا تدور بين الجيش الحر وكتائب الاسد بالقرب من قريه المباركيه واصوات انفجارات يعني لا تهدأ منذ اكثر من ساعه، يعني هذه المناطق جميعها تقصف اليوم بالاضافه يعني للقصف المتقطع على احياء حمص القديمه، وايضا في الرستن اشتباكات عنيفه على مدخل مدينه الرستن الشمالي من جهه كتيبه الهندسة بالإضافة لقصف مدفعي عنيف على هذه المدينة والأحياء المجاورة لها، السجن المركزي اليوم كتائب الأسد ربما تجهز لاقتحامه بأمر من اللواء مالك صلوح، هذا الشخص هو رئيس السجون السورية، والسجناء أيضا يوجهون نداءات لجميع الجيش الحر بالتوجه إلى يعني محور السجن، وأيضا يعني كما ذكرت لك الجيش الحر يعني أهالي حي دير بعلبة يناشدون الجيش الحر بالدخول لإسعاف الجرحى إن كانوا يستطيعون، يعني إن كان لا أحد يستطيع من الأطباء الدخول إلى الحي لإسعاف الجرحى. نعم أخي الكريم، في يوم أمس تقريبا كان هناك قرابة 20 شهيد في مدينة حمص أثر القصف العنيف الذي تتعرض له من قبل قذائف الهاون والصواريخ الجديدة العنقودية، أيضا منذ أول لحظة في رفع فيها أذان العيد كان القصف مستمرا حتى هذه اللحظة في تلبيسة، مدن تلبيسة والرستن ومناطق الريف، وأيضا هناك حصار مفروض على كافة مناطق الآن، بل أكثر من 17 منطقة محتلة في مدينة حمص، وأيضا فرض إضراب من قبل الناشطين على المحال التجارية، ذلك من أجل إنقاذ ما تبقى من أهالي في مدينة حمص وهم لا يتجاوز 700 عائلة تقريبا بعد نداءات عدة ل800 عائلة كانت متبقية، والآن يتناقص الأعداد عائلات بأكملها تذهب إثر القصف. يعني كما ذكرت لك أنت تقول الآن 800 عائلة، اليوم في حي دير بعلبة أكثر من 3000 عائلة محاصرة، يعني أمس حاولوا الخروج لكن الحواجز المحيطة بالحي تمنعهم من الخروج، يعني هؤلاء الثلاث آلاف وربما أكثر يعني هم محاصرون الآن مناطق، وأيضا في مناطق الزعفرانة والسعن والقصور أحياء حمص القديمة وتلبيسة، تلبيسة يعني يوميا يسقط بها شهداء نتيجة القصف العشوائي، أيضا في الحولة وتيرمعلة والدارك الكبيرة، جميع هذه الأحياء تتعرض لقصف همجي، يعني نحن لا نقول فقط في حمص، طبعا كل المحافظات اليوم تتعرض، ربما لا نعرف أن النظام يصب غضبه وخاصة على منطقة إدلب، وايضا يعني دمشق وريف دمشق، وخاصه يعني اقول لك انا في حمص هناك مناشدات لاكثر من 3000 يعني من العائلات، يعني ربما اكثر من 15000 شخص هم محاصرون الان في حي دير بعلبه يريدون الخروج لكن
الحواجز تمنعهم من الخروج. نعم أخي أبو محمد، شاهدنا هذه الهدنة التي كانت منذ عدة أيام طرحها هذا الذي يدعى بالإبراهيمي الأحول الإسرائيلي، أصبحوا يسمونه النشطاء والثوار، لأنهم يأتون بخطط غباء وعمياء لا يعلمون ما هي أساسها، لكن فقط لكي يقبضوا المال من أجل أن يبيعوا دماء الشعب السوري. هم يظنوا أن هذا الدم هو كقنان الماء، يعني شيء رخيص بالنسبة لهم. عن اي يعني هدنة يتكلم البعض؟ واليوم الابراهيم كما سمع الكثير يعني يقول يريد وقف اطلاق النار للحوار. عن اي حوار يتكلم والشعب السوري يموت؟ اليوم يعني احد اقربائي استشهد امام اعيني ولم استطع ان افعل له شيء، ويريدنا ان نحاور هذا السفاح الظالم. عن ماذا، عن اي حوار يتكلم هو ورئيس المجلس الوطني الذي يسمي نفسه سيدة، الذي يوميا في اجتماعات وفي مجالس وفي فنادق ونحن نقتل، ويريد أن ينصب فلان وفلان وفلان في المجلس وينسب فلان وفلان. عن ماذا يتكلمون هؤلاء إذا كانوا يريدون أن يعني أن يتكلموا عن سوريا وعن الشعب السوري ليدخلوا إلى الداخل وليقاتلوا مع الجيش الحر في الداخل؟ نعم لا ندري هنا كيف هي الإجابة على أسئلة الكثيرة التي تردنا من الأخوة في الداخل عن الحصار المفروض عليكم، حيث في هذه اللحظات أصبح الأهالي يتمنون شرب كأس الماء في هذه الأيام بسبب الحصار، حتى كأس الماء أصبح يكلف الشخص حياته في داخل مدن سوريا. نعم أصبحت أيام حمص متشابهة، يعني لا تختلف بعضها عن بعض بشيء بسوى حصيلة الشهداء اليومية. يعني المنازل تحولت إلى ركام. نعم. يشبه بعضه البعض، ولون الدم يعني قد صبغت تراب المدينة، وأصوات المدافع تتعالى فيها، إلا أن هناك شيئا واحدا نستطيع أن نميزه في أحياء حمص، ألا وهو صمود أهلها وثباتهم. يعني العائلات منذ أكثر من 5 شهور وهي صامدة ومحاصرة، رغم الدم رغم القتل رغم الدمار، إلا لكن هم صامدون، ورغم الجوع ونقص مواد غذائيه، ورغم انعدام ابسط مقومات الحياه بسبب الحصار المفروض عليهم من قبل عصابات الاسد، ورغم انعدام المشافي الميدانيه كما ذكرت لك الان، لا يوجد ادويه لوقف نزف الدم الان. الجرحى في حيدر بعلبي نريد ان نوقف لهم نزف الدم، منذ قليل سقط شهيدين جراء النزف. يعني الاهالي الحمد لله صامدون وهم داخل هذه الاحياء. نعم لا نعلم ايضا الى متى سيجري وقف إراقة الدماء في سوريا واتخاذ قرارات حاسمة من الأنظمة العميلة لإسرائيل والتي تقبض الأموال ومن أجل أن تسكت عن ما يحصل في سوريا فقط. هناك نجد اجتماعات وهي ضحك على الشعب السوري كالعادة، لا تجري تطبيقها على الأرض. الجيش السوري الحر في الداخل متحد والعمل جاري على قدم وساق، وإلى هذه اللحظة لم يدخلوا إليهم بارودة كلاشينكوف أو حتى مسدس لكي يقاتلوا به هذا السفاح. أنتم على الأرض تشاهدون كيف يجري اغتنام السلاح، و هذا بفضل الله وعون الله من أجل نصرة هذه الثورة المباركة. ما هي رسالتكم إلى من يتخذون القرارات وباستطاعتهم اتخاذ القرارات ولا يتكلمون عن نصرتكم؟ نحن نعتبرها مؤامرة أممية وأيضا نتابع المجلس الوطني على الشعب السوري، فمن يجلس خلف يعني وراء سوريا وعلى المقاعد هو خائن لكل قطر الدم تراق في سوريا. يعني نحن يعني مثلا امس في حيدر بعلبة الجيش الحر دمر دبابتين وغنم دبابة، يعني ويحاربون بما يغتنمون، يعني وقتلوا كمان يعني قتلوا الكثير من كتائب الأسد واستولوا على أسلحتهم ويحاربون بأسلحتهم، إن كان في حيدر بعلبة ولا في حمص القديمة ولا في القصير ولا في تلبيسة، في كل مناطق الجيش الحر الحمد لله يحارب بما يغتنمه من كتائب الأسد المجرمة التي تقتل أهلنا في سوريا. نعم بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك أخي أبو محمد الحمصي، محدثنا من قلب الحصار في